السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعالى حبايب قلبي كده نخش عند الفراخ البلدي بتاعتنا الصغننة، نأكلهم جوه في الأوضة، مش نطلعهم النهاردة على السطح، عشان النهاردة الجو بصوا في هوا كده وتراب كده، والواحد بيخاف من الهوا ده عشان الأمراض، ربنا يستر. تعالوا بس نخش عندهم الأول بسم الله، عشان عارفين يتعودوا هما كمان يخرجوا. يعني بصوا، أول ما بفتح الباب عايزين يخرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي حبايب قلبي. بسم الله. طبعا ايه، انا وسحت الاوضه وشلت القفص بتاع البط من هنا. ليه بقى؟ لقيت كل حبايبي في التعليقات: شيلي يا منى اسم البط من الاوضه اللي فيها، شيلي البط الصغير من الاوضه من جنب امه. فبصراحه ربنا، هي كانت راقده وكويسه ما فيش اي حاجه، بس انا خفت من حاجه، خفت قلقتوني يعني، فقلت لا مش هينفع بقى ايه اسيب البطايه والبط الصغير معاها، عشان ممكن قلبها يحن فعلا وتروح رايحه ايه خانقوا عليها. انا لسه ما حطيتش حاجه، ده حبه علف كان قدام البط حطيتهم له، شفتوا الجنان. المهم حبايب قلبي وحشتوني، كل سنه وانتم طيبين. عايزاكم تكسروا من الصلاه على النبي بالله عليكم، اهم حاجه صلاه النبي كلها بركه زي ما قلنا قبل كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى مع بعضنا ايه، انا جايبه لهم حبه حاجات كده اعملهم لهم على بعض ياكلوهم معايا. طبعا ايه، بسم الله، معايا طبعا الدشيشه والعلف اللي احنا مخلطينه على بعض اهو، اللهم صل على النبي. ومعايا حبه جزر على حبه خضره، حبيت اطعمهم بقى ايه حاجات خفافي كده يا جماعه، ما ايه ما تكتروش يعني، بصوا حاجات على الهامش اهو، هنشوف هيرضى ياكلوهم ولا مش هيرضى. طبعا هم ايه هيتجننوا كده على المسكين دي بياكلوا فيها وزايبين اللي انا بحطه لهم اهو. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم من حبي في الفراخ البلدي نفسي اروح اجيب تاني والله، بس الفلوس اللي منعاني بصراحه ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله، اللهم بارك. انا عايزه اطعمهم زي ما قلت لكم بالخضروات والحاجات اللي هي ايه الحلوه بتاعت الصيف دي، عشان خلي بالكم الطيور في الصيف ما بتاكلش زي الشتاء. انا عندي البط زاهد الاكل خالص اليومين دول، البط اللي هو الكبير بقى مش البط الصغير، البط اللي هو الكبير مش عارفه زاهد الاكل ليه كده، مش راضي ياكل، ومع ان الجو لسه ما حررش ولا حاجه. دول زي ما احنا قلنا مخلصين لهم اهو، دي شيشه على حبه علف من هو اللي هو 21. لازم يا جماعه ناكل الحاجات الصغيره دي علف 21، عشان ده تاسيس يا جماعه، عشان الفراخ الصغيره ما تضعفش مننا، احنا جايبينها من البيت فلازم نهتم بيها. بصوا اللهم صل على النبي، الديك ديوك بانك كلها بقت عسل ما شاء الله. البلدي كبار، وبالذات لما بتجيبيه كبير شويه بينجز معاكي. عندي فيهم بربرتين اللي هم لونهم ابيض دول، وعندي بقى كله بني على بيج على اسود على في تخليطه كده. طبعا امبارح انا حطيت لهم فيتامينات، وكمان يومين كده نحط لهم برده جرعه فيتامينات تاني. بصوا يا حبايبي تحتهم يعني مش متسخ قوي، بس برضو ايه يعني كل يومين بعمله، انا بحط جير، الجير طبعا بيقتل اي ميكروب جميل جدا. والاوضه لما وسعت ليهم بقت ايه ما شاء الله، بس يا رب ايه ما اروحش ايه اتسرع واجيب معاهم شويه بلدي تاني. اما اشوف لو لقيت حاجه بلدي كبير كده هجيب كام واحده ايه تاني ان شاء الله بامر الله، عشان انا عايزه على الصيف كده يبقى الفراخ عندي ما شاء الله كبرت وبقت على وش بيض، يبداوا ينتجوا باذن الله في الصيف بامر الله تعالى. خلي بالكوا يا جماعه اليومين دول في اعلاف في السوق مضروبه والفراخ بتموت، يعني خلي بالكوا ما تجيبوش اي شركه كده خلاص، يعني شوفوا شركه تكون كبيره اسمها معروف وهاتوا منها، ما تجيبوش اي شركه كده. يعني عندكم في شركات حلوه في السوق يعني قديمه من زمان لها اسم حلو يعني، فدول يعني متهيألي ما يقدروش يغشوا في الاعلاف. الاعلاف الثانيه اللي هي بتموت الطيور بتبقى رخيصه فبتضر الطيور، فخلي بالكوا ما تفرحوش للحاجه الرخيصه وتجيبوها، الغالي زي ما بيقولوا تمنه فيه.
لو انت هتجيبي مثلا شكارة من الرخيص هاتي نص من الغالي احسن، خلي بالك عشان والله يعني كذا حد قال قدامي ان الفراخ بتموت، يعني بيكلت الاعلاف دي وماتت. انا ما اعرفش اساميها ايه، ده انا سمعت من ناس. فيا رب ايه ربنا يسترها كده على حاجتنا وعلى حاجتكم كده يا رب، اللهم امين. ربنا ايه ما يضحش تعبنا كده ايه على الفاضي يا رب. الواحد بيزعل جدا لما يبقى مربي الطيور ده يعني، وكمان ده طيور كبيره مش صغيره اللي ماتت دي. ما تبقى عندك شويه طيور وتبقي مربياهم ولا قدر الله يحصل لهم حاجه، الواحد بيزعل جدا. الواحد بيزعل على فرخه مش يزعل على كذا حاجه بتموت عنده، لا طبعا. فخلي بالكوا الشركات اللي هي اسمها معروف الكبيره دي ما فيش غش اكيد، وبتجيبي من تاجر معروف، فلو الحاجه فيها يعني حصل حاجه بتروحي للتاجر، والتاجر اكيد بيبلغ الشركه فبتبقى يعني معروفه. اللهم صل على النبي. بصوا ادام انت بتحصني فراخ كمان، يعني هذه الشركات اللي بقولك عليها المعروفه دي، ودايما تعملي البصل على الثوم على الليمون، وتحطي الفراخ في الوقت اللي احنا فيه ده عشان الامراض، ومعاكي الفيتامينات برضو مضاد السموم. اغفلي وحطي اشتغلوا بمضاد السموم اكتر حاجه. ليه بقى مضاد السموم اكتر حاجه بتقتل اللي هو الميكروب اللي جاي في العلف؟ يعني اي حاجه تغيره، يعني انا مثلا ايه ماشيه على علف معين وجيت جبت علف تاني، لازم قبل ما احط له الطيور اروح حاطه مضاد السموم. غيرت الحاجه تانية احط مضاد سموم. اغفلي يا ستي وحطي ممكن ايه كل يومين، في ناس بتحطه يوم ويوم مش هيضر الطيور، ده بيحصن الطيور بالعكس بينضف معدتها. عشان والله الواحد عشان مجرب التعب ومجرب المصاريف وكده فبيزعل على حاجه الناس. ربنا يا رب ايه يراضي الناس كلها يا رب. بصوا هما حبوا شويه الخضره على الجزرايه اللي انا بشرها لهم. طبعا جزر فيتامينات جميله جدا، والخضره حلوه بتطرع على الطيور كده برده، والكزبره الخضراء والشبت والبقدونس كل ده حلو للفراخ البلدي، واحسن كمان للفراخ اللي هي بتبيض، ما بتسيح الدهون اللي على اللي بتبقى عند الفراخ اللي بتبيض، فبتلاقي الفراخ عندك تكون بيض ما شاء الله. يعني من وقت للتاني كده اغسلي واديهم ايه حزمه خضره، حزمه شبت كده. الشبت حلو جدا، بتبقى حزمه كده تقطعيها على العلف، تقطعيها على على الدشيشه، على الحاجه اللي انت بتحطها لهم يعني. عايزه اقول لكم انا ببقى يعني بصوا ببقى مستمتعه وانا قاعده قدامهم وباكلهم كده، بالذات الصغننين دول كل حاجه ما شاء الله، وهي سنها صغير كده تبقى شربات، تبقى جميله جدا. يا رب يبارك لنا ويبارك للناس كلها يا رب.